السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أعزائي المشاهدين في لقاء جديد من برنامجكم مجالسنا المحلية، والذي نستعرض فيه واقع المجالس المحلية ودورها في خدمة وقيادة المجتمع. من هنا من مدينة الحب والحياة، مدينة حلب الشهباء، تدرج النمو في المنطقة من كروم للزيتون إلى حي مكتظ بآلاف العائلات. يقع الحي في موقع جغرافي هام بجوار مطار حلب الدولي. هذا الموقع الاستراتيجي زاد من حصة الحي في إجرام النظام، تجلى ذلك بتهجير آلاف العائلات، إلى أن وصل عدد العائلات في يوم ما إلى 143 عائلة من أصل 10,000 عائلة، حيث سجل في يوم واحد قرابة 50 برميل متفجر أمطر به السكان. سكن الحي النقيب إبراهيم اليوسف، بالإضافة إلى العديد من ناشطي الثورة في مدينة حلب. ينتشر في الحي العديد من الأسواق الشعبية التي أمنت معظم الاحتياجات للسكان. التآلف والتعاون والتعاضد سمة تميز بها أهالي حي الميسر، انعكس ذلك بمجلس حي توافقي يعمل على تخديم الأهالي. في بداية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، نرحب بضيوف الحلقة: المحامي محمود حيو، نائب رئيس المجلس الحي ورئيس المكتب القانوني. أهلا وسهلا بك أستاذ محمود. أهلا أستاذ علي. أهلا وسهلا. كما نرحب بالأستاذ أحمد عطو، رئيس المكتب الإغاثي. أهلا وسهلا بك أستاذي. سيد محمود، في بداية هذه الحلقة، كيف تشكل مجلس حي الميسر؟ حاليا أنتم بأي دورة؟ كيف تشكل؟ كيف وصلتم إلى أن تكونوا ممثلين عن حي الميسر؟ مجلس حي الميسر تشكل أول مجلس حي بنهاية عام 2012 في وبداية عام 2013. أهالي حي الميسر ما في حدا مين يقدم لهم خدمات، فاجتمعوا أهل الحي وشكلوا أول مجلس حي للميسر. طبعا هذا كان قبل تشكيل مجلس المدينة. نعم. مميز هذا الحي، جميل المجالس اللي تشكلت بحي الميسر، أنه كانت بشكل توافقي، اللي هي الميزة بتميز فيها الحي بشكل عام. ما في ولا انتخابات تمت بحي الميسر، في محبة مثل ما ذكرت بالمقدمة، في محبة وتعاون بين أهل الحي. نعم. يقدموا الخدمات لأهل الحي بشكل عام. حاليا نحن بعد عدة مجالس تشكلت بالمجلس بحي الميسر، نحن حاليا آخر جبهات شكلنا بنهاية بنتصف عام 2015 ولحد الآن. جميل. المكاتب الآن اللي ذكرت حضرتك أنه أنتم توافقيين، هل هناك تمثيل عائلي؟ هل هناك تمثيل يعني نسب بالتمثيل؟ في شروط معينة لعضوية مجلس الحي يعني كسكان؟ أهم يعني هن ما في شروط عائلية أو ما شابه ذلك. نعم. أهم شيء هو أنه يكون ناشط في الحي ويكون فاعل ويكون له صفة سوية بالحي. جميل. المكاتب التي شكل منها مجلس حي الميسر هي دائما بتجي مقدمة أهم مكتب هو المكتب الإغاثي. نعم. بسبب حاجة الناس للإغاثة وضعف الدخل الاقتصادي لأهل الحي، بيجي المكتب الخدمي، وفي عنا المكتب الطبي. نعم. وفي المكتب التعليمي. إذا أهم المكاتب هي الإغاثة والطبي والتعليمي. في هل هناك مكاتب أخرى بالإضافة؟ في مكتب إعلامي وفي في مكتب إحصاء. نعم. تم تنفيذ مشروع إحصاء من خلال آخر شهرين. نعم. سيد أحمد، ننتقل للسيد أحمد، ما هي أهم الخدمات أو الحصص الإغاثية التي تقدم لأهل السكان، وكم تشمل من عائلات موجودة في حي الميسر؟ هي أهم في عنا جمعيتين نحن بعضمو الحصص الغذائية. نعم. الميسر هن جمعية الإحسان وميرسي عن طريق مجلس المدينة. نعم. بغطوا تقريبا 60% بس من حاجة الحي. نعم. كم عائلة الآن في حي الميسر؟ حوالي 2000 عائلة. 60% من هذه العائلات تقدم لها إغاثة. طيب هل 40% الباقين هم غير أصحاب حاجة أم أنهم أن لا الأمر لا. لا 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 يراعى هذا المعيار؟ لا لا، ما في على المعيار هذا، بس ما عنا شيء نغطيهم، هن بحاجة بس ما عنا أي وسيلة نغطيهم، غير عنا بيجينا 1300 حصة بس منغطي فيهم ما تبقى. للتوضيح بشكل أكبر، ال 60% اللي عم يصلون إغاثة، هل هن كل الأكثر احتياجا في الحي؟ إيه، الأكثر احتياجا بالحي. كلهم عائلات محتاجة؟ نعم. نعم. طيب كم حصة قلت لي بتقدموا شهريا؟ 1300 حصة؟ 1300 حصة شهريا. نعم.
شهريا بنقدم 800 حصة كل شهر. كل شهر 800 حصة، يعني معناتها في عائلات تاخذ شهر ايه شهر لا شهر ايه شهر لا. جميل. ما عدا ذكرت حضرتك منظمة إحسان ومنظمة ميرسي، في ايضا منظمات نشطة في الحي من ضمن الحي؟ في منظمة القلب الكبير بس تقدم حصص ايواء فقط، غذائية ما بتقدم. نعم نعم. نعود للسيد محمود. سيدي، ما هي اهم الخدمات التي يشرف او يتابعها مجلس الحي ما عدا الامور الإغاثية؟ والله هي اهم الخدمات حاليا تتقدم في الحي من عدا الإغاثة. نعم. في خدمة التعليم. نعم. بس حاليا نحن بحي المنطقة اللي مسها نعاني من عدم وجود بنية تحتية للتعليم. نعم. فمعظم المدارس الموجودة بالحي وهي عددها 6 مهدمة بنسبة 70% ل80% مهدمة. نعم. وهي غير صالحة للتعليم. بعض الجهات الموجودة بالحي ببيوت سكنية حسنوا يأمنوا مدارس، بس هذا الشيء ما هو كافي لو من حيث البنية التحتية ولا من حيث ما في منظمات داعمة للتعليم عنا بالحي، وعدم وجود أشخاص أكفاء للتعليم، أساتذة أكفاء للتعليم ما في. معظم الأشخاص القائمين عنا بالتعليم لا يحملون شهادات. نعم. هي بالنسبة للتعليم. بالنسبة في عنا للصحة نعاني كمان عدم وجود عيادات طبية. هل يوجد نقاط طبية في حي الميسر؟ في يوجد نقاط طبية، في نقطتين طبيات. نعم. بس هي للأسف يعني بتقتصر على الضمادات العادية الإسعافية، ما بتقدم أي خدمة تانية، حتى الدعم لها محدود جدا وضعيف. ذكرت أنه أحد المكاتب المكتب الخدمي، واقع الخدمات في حي الميسر سواء النظافة المياه الكهرباء. بالنسبة للواقع الخدمات عندنا النظافة نسبتها ضعيفة. نعم. عدم وجود عمال نظافة بشكل كافي، عدم بتغطي الحي بشكل كامل، بتغطي الشوارع الرئيسية، الأحياء الداخلية ما بتغطيها. نعم. عدم وجود دعم كافي يعني، وعدم وجود دعم من مجلس المدينة، عدم الإمكانيات. شو نسبة تخديم النظافة في حي الميسر؟ يعني بين أقل من 50%. أقل من 50%. أقل من 50%. هل ذلك ناتج عن تقصير أم عجز لدى مجلس المدينة؟ لا عجز، ما في إمكانيات لدى مجلس المدينة لتقديم. نعم. النظافة أكثر، لأن طالبنا نحن أكثر من هيك يعني ما في إمكانيات فقدموا للحي. الآن مدينة حلب في الأشهر الماضية عانت مشاكل مياه بشكل كبير، واقع المياه في حي الميسر؟ هلا اللي بميز حي الميسر أنه سابقا نحن ما بنعاني من مشكلة مياه. نعم. بسبب الموقع فنسبة انقطاع المياه عندنا ضعيفة جدا. نعم. إلا في حالة الأزمات، يعني الأزمة الأخيرة اللي انقطعت فيها المي عن مدينة حلب بشكل كامل حتى تنقطع المي بحي الميسر. المي تنقطع عنا هلا نحن بشكل طبيعي يومين ثلاثة وبتجي. نعم. وهذا الشيء اللي ثبت السكان بالحي، أحد أسباب تثبيت السكان وصمودهم بالحي وجود خدمة المياه اللي تفتقدها معظم الأحياء بمدينة حلب. مع هالشيء نحن استطعنا لما خلال الست أشهر الأخيرة لما صاد أزمة مياه بمدينة حلب بشكل عام. نعم. تأمين خزانات للحي، مع أنه سابقا ما كان في عندنا خزانات لعدم الحاجة إليها، فحسننا نأمن خزانات بحدود 20 خزان. هناك 20 خزان الآن منتشرة في الحي؟ منتشرة في الحي بشكل كامل، وفي مياه بده. هذا الشيء كان طبعا بالتعاون بين مجلس الحي اللي قدم احسن نجيب من عدة منظمات، وتعاون الهلال الأحمر الموجود بالحي كمان تعاونوا مع مجلس الحي وقدم خزانات للحي. نعم. هل هذه المياه تكفي السكان؟ منتشرة في معظم أرجاء الحي تغطي السكان؟ بالوضع الحالي ايه تمام. نعم. يعني بنسبة جيدة بتأمن حاجات السكان، بس في حاجة السكان مياه الشرب، يعني نحن بحاجة لمحطة تحلية. لا يوجد محطة تحلية في حي الميسر؟ محطة تحلية، محطة تحلية ممكن تأمن مياه للشرب. أقرب نقطة، أقرب محطة تحلية قريبة عن حي الميسر أين موجودة؟ بحي الشعراء. حي الشعراء محدثة حديثا، هي جديدة. نعم نعم نعم. نعود السيد أحمد. سيدي، في الآونة الأخيرة أشرف مجلس المدينة على مشروع الإحصاء في معظم الأحياء، أهمية هذا المشروع ونجاحه ومدى تلبيته والاحتياجات أهالي حي الميسر، ماذا يقدم لأهالي حي الميسر؟ تقديم لحي الميسر ما في شيء يقدمه، بالعكس سبب لنا مشاكل. ما هو السبب؟ شباب عدم تقبل السكان بهالمشروع هذا، لأنه ما هو معروف إيش نهايته ولوين بده يوصل، وما فهمونا شيء عنه.
وبعدين نحن بالاساس عندنا الداتا الاحصاء الاساسي للاغاثه موجود، طب ليش ما حدثوا تحديث بس مثلا وعافوا انه ليش حتى يرجعوا يشغلونا شغله ثانيه وهن يتعذبوا اكثر؟ نعم يعني احنا عندنا بالاساس الداتا الاساسيه اوضح من الاحصاء اللي طلبوه هن. جيد، بالتالي الاهالي هون ما فاهمين ايش هو الاحصاء. تمام، انت ذكرت انه في غموض، وين الغموض في الاحصاء الذي تم؟ الغموض ما بنعرف لوين يوصل هالمشروع هذا. طيب اعزائي المشاهدين، اثناء جوالنا في حي الميسر كان هناك نسبه دمار هائل. فريق البرنامج تجول في الحي والتقى بعض السكان لسؤالهم عن موضوع إزالة الأنقاض في الحي، بالإضافة إلى واقع مشروع الذي تم تنفيذه مؤخرا في معظم أحياء حلب ومنها حي الميسر. نبقى مع الروبرتاج الذي عده فريق البرنامج. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. أخي لو تحكي لنا عن البئر الارتوازي في حي الميسر وكيف بتخدموا الحي في المي. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن حي الميسر مؤسسة صدق، نعمل على تأمين المياه للحي الميسر والأحياء المجاورة، يعني مثل شعار، مرجي، حتى لحلب القديمة، لأني بعد سكري بعيدين أقرب بئر لحينا، يعني بظنون إنه إحنا متوسط، يعني مكان وسطى. يعني قديش الرسوم يلي بتاخذوها للناس يلي بتعطيها؟ لتر مازوت. لتر مازوت أو 200 ليرة. لتر مازوت على الكمية قديش؟ على 1000 لتر. على 1000 لتر لتر مازوت. فقط ناخذ لتر مازوت. ايه، وفي على طريق سوزوكي عنده عامل بيوصلها مثلا للشعار بياخذ 1000 يمكن تقريبا. هلا احنا بنحاول انه نقول لهم اقل وارحموا الناس وكذا، لكن هو عنده عامل وعنده بنزين وعنده لتر مازوت اللي بدفعه لطرمبه. يعني 1000-1200 تقريبا في الشعار. وللمرجي كمان نفس الشيء، اما بالميسر هون من 700-800 حسب ارتفاع الطابق. كونك انت من سكان حي الميسر، هل دمار الكبير في حي الميسر عم يعيق عودة السكان للحي؟ اكيد، لكن اللي عم بيجي بلاقي بيته خربان من بيوبه، لكن والضرب نحن قدام المطار، يعني يوميا في قذايف في طيران، فرجعة السكان عم برجع الواحد مثلا على بيته، لو بيته خربان عم حاول يبرك فيه، بس من كتر الضرب عم برجع بشيله وبمشي، وما في لا مي ولا كهرباء. طيب شو هي الصعوبات يلي بتواجهكم هون في الحي؟ يعني صعوبات هو القصف اللي دمر البنى التحتية كلها، يعني ما خلى شيء، ما خلى مي، ما خلى كهرباء، ما خلى شيء. قديش نسبة الدمار في الحي هون؟ تقريبا شيء 70%. نعم 70%. طيب دور المجلس في ترحيل الأنقاض أو إعادة هلا ترحيل الأنقاض من ميسر ما صار أبدا، ولا أي إنسان شال ولا حمل من ميسر، ولا صار أي مبادرة، ولا صارت مبادرة لكن ما أجت على ميسر أبدا. نعم. صارت برات ميسر و شو اسمه، يعني ما حدا شال ولا اي ركام من ميسر، مع انه في عنا يعني شوارع مسكره، لو انه تنفتح او ينشال الانقاض ممكن الاهالي يرجعوا، لكن وقت اللي عم بيجي واحد بيته وعم بلاقي حاله معزول عن الناس كلياتها بسبب دمار تلة عالية او ما بنايه نازله، فبنعزل عن الناس كلياتها، شلون بده يرجع يبرك ببيته، فعم بيضطر يرجع ينزح. بدي اسالك، انت ساكن هون في هالحاره، هي الحاره كلها دمار وخراب، شو اللي مخليك انه تضل هون؟ مخليني يعني الفقر والقلة الشغل هذا، وباركين هون على ارواحنا، يعني شو نسوي؟ الحاره كلها تدمرت، ضربوا هون صاروخ، روحوا بجي 4-5 بيوت. سكان هاي المنطقه؟ نعم انا من سكان هاي المنطقه. انا شايف انه المنطقه فيها خراب ودمار كتير كبير، شلون انت عايش هون قاعد؟ يا اخي الكريم، هاي المنطقه شبه مهجوره، مثل حاره او يعني مهجوره، ماكن فيها سكان نسبه قليله ماكن، وعايشين من ما في. لا بدنا بس من نرجع من الاخوه انه يشيلونا هالتله، عم نروح يعني بنلف مشوار طويل ماكن مشان نروح على بيوتنا. وهالتله عيقتنا كثير. قدمتوا شيء طلبات لمجلس الحي ازاله هالتله الانقاض؟ نعم قدمنا بس ما جاوبوا لنا طاول. طب هل دمار الكثيف حواليكم عم بيسبب شيء امراض او والله في من هالشي، في ان في امراض، في حشرات، في يعني صايره مثل مكب، يعني وسخ مثل ما بقولوا. امراض حبه السنه مثلا؟ ايه نعم. عم بيسبب امراض حبه السنه، عم بيسبب امراض ربو. المجلس تفاعل شيء معكم بازاله الانقاض، او في شيء مثلا مبادرات حاولت تزيل الانقاض؟ والله ما في من هالشي. قدمنا وهيك كثير وعلي مرتين ثلاثه ما شالونا اياها. ايه شو السبب كان عدم التفاعل؟ إنه ما في سكان، ورجعوا سكان، وصار في يعني شوية سكان رجعوا،
ايه ولحد الان ما جاوبوا معنا. شايفك فاتح هون محل حداده بين وسط من الركام الكبير، ليش؟ والله هون بهالدمار هذا البواب كلها تكسرت، واللي عم نحاول نسكر بابه واللي عم نحاول نشكز له اياه بحيث انه ما حدا يرجع يكسر له اياه ويشيل اغراضه او الى اخره. مين يلي عم يساعدك هون لحتى تبقى هون انت صامت في هذا؟ والله مين يساعدني، ما في غير رب العالمين هيك مقدرني ولحالي عم بجي لهون على المحل ما في لا دراب ولا هم ياذنوا، عم بجي كل نهار بشيل عدتي معي وبرجع برجع لا اقدم شيء لاي شخص هيك بده مساعده لبابه لكذا. في شيء له دور شيء مجلس الحي في مجلس الحي في دعمك؟ نحن هون عندنا مجلس الحي، المي الا صار له يومين يمكن جاي، الخط الرئيسي عم كب مي على الشوارع كذا مره، رحنا مشان يجوا يشوفوه يصلحوه مشان ما تكب مي على الفا، ما حدا تجاوب معنا ابدا. طيب ليش؟ والله هي ليش ما بعرف، انتم هي شغلتكم انه ليش؟ هلا انتم كتاب عوام رحت شيء قدمت شكاوي هلا هون نحن من مجلس الحي، الشباب اللي اجوا يعني هلا هون اللي كانوا من هون مروا من لعندهم، نحن بنحكي ما منروا غير على محل. طيب مجلس مدينة انت قدمت شيء شكاوي لمجلس المدينة؟ لا ما طلعت على مجلس مدينة، حتى بالنسبة لمجلس مدينة اجى مرة شخص من مجلس مدينة مشان القمامة، التراكتور عنده ما بصير يدخل من بعد من هون لهيك، ما بصير يدخل يعني هون بده يشيل العالم كله بحط محله، انت بدك تشيل القمامة تاخذ وتكبها بغير محل. مجلس المدينة زفت هون بداية دخول حي الميسر، انتوا ايش رأيكم كونك عضو من اعضاء مجلس حي الميسر؟ هلا انتوا الواقع بثبت لك انه شلون صار الزفت وشلون تم عملية تثبيته، كان الموضوع كله بشكل عشوائي مثل كأني انسان عم ساوي اللي عليه وبده يمشي بس من غير جودة في العمل، من غير تقنية، من غير عمل جيد، وهذا واضح يعني على التصوير ببين عليك كأني مو مزفات، يعني لما كان قبل التثبيت كان أحسن. الزفت يعني يساوي مثل مطبات بدل ما يساوي زفت، بدل ما يساوي طريق صح صار خطأ أكثر. شو رأيك أنت في الزفت؟ والله لازم يا عم، ما كان وقت يزفتوا يعني تعبوا عليه، عم بس حطوا حطط يعني كمان يعني تثبيت مثل عادي ما زفتوا، بس حطط وظلوا ماشيين، نزلت الأمطار قلع كلياتهم مثل ما انكم شايفين. يعني ما قديش ضل المدة بعد الزفت ضل موجود؟ ما طول يعني يمكن جمعة، ما في جمعة طول، صار يقلع لحاله السيارات تدوس يقلع لحاله والأمطار. الشارع قبل كان أحسن اللي هلأ أحسن؟ لا قبل كان أحسن طبعا، قبل كان أحسن قبل هالزفت يعني، لو ما نون مزفتين كان أحسن. برعاية منظمة المغتربين السوريين. أعزائي المشاهدين، نعود لضيوف هذه الحلقة ونناقش ما طرحه السكان حول موضوع إزالة الأنقاض ومشروع الزفت الذي تم تنفيذه مؤخرا في حي الميسر ومعظم أحياء حلب. سيد محمود، معظم السكان هناك، الحي الميسر انتشر عرق جغرافية كبيرة، وكثير من السكان يعاني من انتشار الأنقاض في معظم شوارع الحي. ما دور مجلس الحي، وهل كان هناك مشاريع او تواصل لإزالة انقاض في حي الميسر، علما انه في عديد من احياء حلب تم تنفيذ مشاريع إزالة انقاض؟ اخي علي، قبل تنوه بس لموضوع الاحصاء قبل ما ندخل بإزالة الانقاض، انه نحن وضحنا لمجلس المدينة انه في عندنا احصاء سابق يمكن الاعتماد عليه، يكتفي انه يمكن الاكتفاء بتحديث هذه المعلومات. هن ما جاوبوا، قال في عنا مشروع جاي لمجلس المدينة ومن ننفذه. نعم. قلنا لهم يعني ممكن كان نحن نستفيد المبلغ المخصص للحي للمشروع الأحصاء نستفيد منه بشيء تاني، كنا يعني ممكن نستفيد منه مشروع تاني يخدم أهل الحي، فهذا كنا بنتمنى. بالنسبة للمشروع، بالنسبة لإزالة الأنقاض، مثل ما شفتوا بجولتكم خلال بالحي والأهالي الحي، الحي تعرض بنهاية 2013 وبداية عام 2014 لحملة قصف شديدة أدت لنسبة دمار يعني بحدود 70% تقريبا، ممكن تتجاوز 70% نسبة الدمار في حي الميسر. ممكن يعني مثل ما شفت مقاطع الفيديو هي بتثبت هالشيء يعني واضح يعني، وخلال الجولة وأهل الحي هذا الشيء أدى لانعدام الحياة بحي الميسر. ومثل ما ذكرت بالمقدمة، نحن بداية بحدود الشهر الثاني تقريبا أو الثالث عام 2014 قمنا بإحصاء نحن كأهل حي،
نسبة السكان ما تجاوزت 50 العائلات 150 عائلة للأسف. حاليا إزالة الأنقاض، يعني أنا بس أنا أريد أتسأل، نسبة أنقاض بتقول نسبة الدمار في الحي حوالي 70%، الآن في عدة مشاريع تتم في مدينة حلب لإزالة الأنقاض، يعني ألا ترى أن هناك أولوية لحيكون؟ هل هناك التقصير في 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 استقطاب هذه المنظمات لإزالة الأنقاض؟ هل هو مجلس الحي أم أنكم تواصلتم لم يكن هناك استجابة؟ تواصلنا مع عدة أشخاص بمنظمة أجاكس بشكل شفهي، طلبنا منهم انه توجيه نشاطاتهم للاحياء لتعادة القصف في الحينه. نعم. للاسف ما كان عندهم تجاوب، وللاسف نفذوا مشاريعهم ازاله انقاض مناطق نسبه القصف فيها ضعيفه. نعم. يعني اذا قارنا نسبه بين الاحياء اللي تنفذت فيها مشاريع ازاله الانقاض مع حينه او حي مماثل لحينه، للاسف يعني السؤال بنوجهه لمنظمه اجاكس. نعم. ومنحملهم المسؤوليه، ليش ما توجهت المشاريع لحي مثل حي المس؟ الانقاض نحن سببت لنا ان طب الا انعدام الحياه الاقتصاديه بالحي وانعدام الحياه الاجتماعيه. الا يتساءل، الا يقول البعض ان ربما ميزانيات تكون ضعيفه وحي المس يحتاج اموال ضخمه لازاله انقاض، كان هناك سبب ام انه يمكن تنفيذ ازاله انقاض في بعض الشوارع تعيد الحياه لحي المس؟ هذا نحن مثل ما قلت لك، نحن هذا السؤال موجه للمنظمه، هن اذا ما عندهم امكانيه بنتمنى منه التوضيح، يعني فعلا يعني معظم اهالي الحي بحاجه لما ازاله الانقاض، واحيانا الانقاض عم بتسبب شو اسمه انتشار حشرات قواعد وامراض حبه السنه انتشرت بالحي. دعنا ننتقل للنقطه الثانيه في الاستطلاع، وهي موضوع مشروع الزفت الذي تم تنفيذه في حي اليسار، في اجزاء من حي اليسار وعديد من احياء حلب. هناك امتعاض من السكان وغير رضا، لا يوجد رضا عن هذا المشروع، ما هي السبب برأيك؟ هل هو كان المشكلة بالتنفيذ؟ أين كانت المشكلة في مشروع الزفت؟ المشكلة في وقت التنفيذ، المشكلة نعم وقت التنفيذ كان غير مناسب. متى انطلق مشروع الزفت؟ بداية الشهر 11 تقريبا. نعم. في حدود الشهر 11 عام 2015، وطلبنا نحن من مجلس المدينة أنه الوقت ما مناسب، فقال إن المشروع جاي لمجلس المدينة، إذا ما تنفذ بالوقت الحالي فالمشروع بيلتغي. هل كان هناك خطاب ورقي في بهذه المطالبة أم كانت أنها مجرد مداولة؟ للأسف كان الخطاب شفهي. نعم. يعني بس نحن كنا يعني نتمنى أنه المشروع يخدم أهل الحي، ومثل ما شفت كمان بالاستطلاع أنه أهل الحي ما استفادوا، بالعكس صارت هاي أسوأ. نعم. والمكان اللي تم تزفيته هو مدخل الحي، للأسف يعني معظم بعون أهل الحي أنه السيارات ما بتدخل للحي، يعني مثلا سيارات التاكسي السرافيس ما تدخل تخدم الحي بسبب مدخل الحي السيء. نعود للسيد أحمد. سيدي، هناك هجمة شرسة بالمرحلة الماضية كان للنظام، وكان في احتماليات حصار وما هنالك. هل هناك للاستعادة عن الإغاثة، هل هناك مشاريع للتوجه لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الحي؟ هل كان لمجلس المدينة دور في 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 هذه المرحلة بكيف يؤمن الحي إمكانيات أو أغذية أو أمور تكفي الحي ذاتيا؟ لا، ما في هذا المشروع هذا نهائيا. طب كمجلس حي ماذا حاول ان 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 يؤمن لاهالي الحي في ظل ظروف قد لا سمح الله كانت تتطور الى حصار؟ تطور حصار، نحن بالنسبه لنا ما في عندنا شيء ذاتي. نعم. اعتمدنا على مجلس المدينه وخبرنا، قالوا ما في اي شيء، ولا حتى تواصلوا معنا باي شكل من الاشكال لاجل هالشغله هي. طيب ما في اي جمعيه اجت وقالت انه ايش في عندكم شال حصار، ايش في عندكم مشاريع؟ نهائيا. حتى مجلس المدينه ما قدم. هل تم زياده الحصص الغذائيه المقدمه للمنظمات لتامين انه يكون في احتياطي في هذه الظروف؟ نقصونا الحصص ما زودوها. تم انقاص عدد الحصص في هذه. طيب يعني ذكرنا في المقدمه انه في الحي كروم اعتقد الى الان موجوده. هل فكرتم باستثمارها، بالاستفاده منها في زراعتها؟ لا، ما فكرنا فيها. ما السبب؟ ما عندنا شيء نحسن نزرع فيه. كان لازم يكون في مشروع يقدموا لنا بزار او شيء. في احدى الجمعيات عرضت علينا تقديم بذور بطاطا، بس مجلس المدينه ما اجانا شيء نهائيا، والجمعيه اللي قدمت شيء بسيط جدا. يعني كواحد عنده مثلا بحوشه شقفه ارض صغيره يحسن يزرع. نعم. على اساسها بس انه مساحه مثلا شوي كبيرة ما في عندهم هالمشروعات. لا يوجد. هل هناك منظمات تنشط في الحي
الآن ما عدا اللي ذكرتوه تقدم لكم الغاز كانت تنشر في حي الميسر؟ لا يوجد؟ في بس الهلال. نعم. وفي أهل الأسر. نعم. نشاطهم في الحي هل يتم بالتنسيق معكم؟ في تعاون بيناتنا. ما مستوى التعاون؟ يعني هل الشيء اللي يقدموه العائلات أنتم على اطلاع به؟ إيه. هناك تنسيق في فيما يخص الحصص المقدمة، الأمور المقدمة للعائلات، الكفالات. التقديم هنا اللي عم يقدموه يعني أهم سبل المعيشة، الخبز. نعم. والماء. هذول التنتين هنا عم يقدمون كهلال وكأهل الأسر. جيد. نعود السيد محمود. سيدي، علاقة المجلس الحي بالمكونات الفاعلة بالحي، عسكرية أو أمنية، هل هناك مخفر شرطة؟ هل هناك تعاون وتنسيق بينكم وبين المكونات العسكرية أو الأمنية التي تنشط في حي الميسر؟ بالنسبة للعلاقة مع نقطة شرطة، في نقطة شرطية للشرطة الحرة تقع بين مجلس بين حي الميسر وحي الطحان. نعم. تابع للشرطة الحرة. بالنسبة للعلاقة للحيين النقطة بشكل عام. نعم. ما يتابع لها الحي ولا الحي. نعم. تخدم الحيين. جيد. تابع أمور الحيين بشكل عام. هل هناك علاقة تنسيق بينكم وبين هذه النقطة؟ يعني إذا كان في مشاكل، إذا كان هناك استدعاء لأحد الأشخاص، هناك خلينا نقول نقل أساسات منزل. طبعا هلا نحن في مجلس الحي هو بتعاون مع النقاط الشرطية ومع المحاكم الموجودة في أي تبليغة لأحد أهالي الحي. أول شيء تم تبليغه لمجلس الحي. نعم. والمجلس الحي هو اللي بنفذ بالتعاون مع المحاكم. نعم. سيد محمود، رسالة تنقلها أو تحب أن تبلغها أهالي حي المسر في هذه الأيام والتي نحن مقبلين فيها إن شاء الله تعالى على العيد السادس لميلاد ثورتنا، ثورة العز والكرامة، الثورة السورية؟ أنا بتمنى من أهالي الحي اللي صمدوا خلال 4 سنوات ونحن كنا صامدين معهم أنه يصمدوا ونحن صامدين معهم. نعم. وإن شاء الله تعالى نتمنى نحن نمد إيد للعون إلهم وهنا نمدوا إيدهم أن نتعاون لنقدم الخدمات للحي إن شاء الله تعالى. أستاذ أحمد، في نهاية هذه الحلقة ماذا تحب أن تقول لأهالي حي الميسر؟ نتمنى التعاون بين أهالي الحي ومجلس الحي. نعم. لنصل إلى أكبر عدد ممكن من أرضاء السكان. إذن هي دعوة للتعاون والتكامل. في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر السيد المحامي محمود حيو، نائب رئيس المجلس الحي الميسر ورئيس مكتب القانوني. شكرا جزيلا أخي محمود. الله يخليك. الله يبارك فيك. كما أشكر السيد أحمد عطو، رئيس مكتب الإغاثي في مجلس حي الميسر. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. من هنا، من مدينة حلب الحب والحياة، مدينة حلب الشهباء، كنا وإياكم أعزائي المشاهدين في ضيافة مجلس حي الميسر. أشكر فريق البرنامج الذي ساهم في إعداد وأخراج هذه الحلقة، والشكر الأكبر لكم أعزائي المشاهدين. هذا علي حلاق يحييكم، أستودعكم الله في حفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.